صرم المنطق في اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى للا مريم في دورتها 17 ممثلة المدرب المغربي والعربي الوحيدة في المنافسة لنقسطال المستفيدة من بطاقة الدعوة لم تتمكن من الوقوف ندا لند أمام الكندية جابرييلا دابروفسكي القادمة من الإقصائيات لتنهزم بمجموعتين دون رد 6-1 و6-0. Well, I saw her play a little bit in the doubles yesterday where she was playing really well. تابعت مباراة اللاعبة المغربية في الزوجي. إنها لاعبة واعدة. My first impression was that she has some good skills. لها ضربات قوية وتلعب بطريقة جيدة. لكني تمكنت من التحكم في المباراة واستعملت تقنية دروب شوت لخلق الفارق. Deep topspin balls and then using the drop shot when she was further behind the baseline. ودون كبير عناء حجزت المصنفة أولى في الدور والسادسة عشر عالمياً الروسية أناستازيا بابليوتشينكوفا مكانها في الدور الثاني بعد إطاحتها بسويسرية كوني بيغا القادمة من الإقصائيات بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6. I'm really happy that I won my first match. أنا سعيدة بالفوز بأول مباراة لي هنا في الرباط. أنا جد منتعشة بهذا الفوز وأمل تحقيق نتيجة إيجابية أخرى في الدور الموالي. ساعة وتسعة عشر دقيقة هي كل ما احتاجت إليه حاملة اللقب السويسرية تيميا بازينسكي لحجز مقعدها في الدور الموالي أمام السويدية جوانا لاخسون بواقع 6-3 و6-1. Je suis très contente de cette victoire car c'est vrai que la dernière fois que j'ai joué cet adversaire, j'avais perdu donc il y a à peu près 8 mois. Donc là c'est vrai que je suis extrêmement contente. Je pense que j'ai pas fait un match spécialement brillant mais j'ai juste été efficace, ce que je voulais déjà, ce que je vous ai dit hier. Donc objectif atteint et puis après ben les conditions, c'est clair qu'avec autant de vent, on n'arrive pas forcément à trouver notre rythme, mais j'avais l'impression que plus je rentrais dans le match, plus le match avançait, plus j'avais un bon rythme. Donc je suis vraiment contente de cette victoire et ben, je me réjouis du prochain match. كان أبرز سمات المواجهة التي جمعت الفرنسية بولين بارمونتيه والبلجيكية إليز ميرتانس الأخيرة ورغم انهزامها في المجموعة الأولى عادت في المباراة وبقوة لتعدل الكفة في المجموعة الثانية بعد اللجوء إلى التاي بريك لتمضي وتفوز بالمباراة بعد ساعتين ونصف من التباري وبواقع 4-6 7-6 و6-2. بوضع غير مريح ونتائج مخيبة للآمال يرتحل الفريق الكوكب المراكشي نحو الشمال لمنازلة فريق اتحاد طنجة عن مؤجلة الدورة 24 من الدوري الاحترافي. أي نتيجة غير العودة بثلاث نقاط لن تخدم مصالح الفريق الضيف لإنعاش الحظوظ والابتعاد نسبيا عن منطقة الانجذاب نحو القعر. مقابل ما تقدم سيكون فريق اتحاد طنجة صاحب الأرض والجمهور أمام خيار الفوز، هو الذي خسر في آخر ثلاث مباريات ويسعى إلى الارتقاء إلى الصف الخامس بعدما كان إلى وقت قريب ضمن كوكبة المطاردة. الفريقان توحدهما نقطة الانفصال عن المدرب وتباعد بينهما دواعي المنافسة وحسابات المراكز. في مباراة أخرى لا تقل أهمية يستضيف فريق حسنية أكادير تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني فرانسيسكو إكزافيي فريق اتحاد الفتح الرياضي. الحسنية خرج منتصرا في الدورة 26 بهدف لصفر على حساب أولمبيك خريبكا ويرغب في إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده تؤمن وضعيته في قادم الدورات، بينما فريق الفتح الرياضي صاحب المركز السابع ب 36 نقطة يشهد مساره في آخر ثلاث مباريات نتائج طيبة تجعله في وضع مريح بالترتيب العام. مباراة اثنتان سيكون لنتيجتيهما تأثير فعال في آخر ثلاث دورات الدوري على مسار الفرق المتبارية. كانت الخسارة بالأربعة أمام الرجاء بمناسبة الأسبوع 26 من الدوري الاحترافي اتصالات المغرب النقطة التي أفاضت الكأس وقطعت حبل الود بين المغرب التطواني ومدربه الإسباني السابق سيرخيو لوبيرا. الماط عانى الأمرين وعاش أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق ما يفسر ترتيبه التاسع وعدد خساراته التي بلغت 12 بالإضافة إلى ما استقبلته شباكه من أهداف بلغت 33 ما جعله الخامس من بين أضعف الخطوط الخلفية في المسابقة والثالث عقما ب 27 هدفا فقط. المغرب التطواني في شخص أهل حله وعقده قرر الاستغناء عن خدمات لوبيرا والتريث في اختيار البديل لحين انتهاء الموسم
حيث سيطلع مهمة تدريب فريق الحمام البيضاء كل من جمال الدين دريدب والدولي السابق أمين الرباطي. انفصل فريق شباب المسيرة الممارس بالقسم الوطني الثاني يومه الثلاثاء عن المدرب عبد الملك العزيز الذي قاد الفريق بداية من مرحلة الإياب، ويأتي هذا الانفصال وفق بلاغ النادي بعد جلسات الحوار، ثم بناء عليها تم التوافق على كل الشروط والواجبات المتبادلة. يشار إلى أن فريق شباب المسيرة يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، ويطمح بقوة بحجز بطاقة الصعود إلى قسم النخبة قبل ثلاث دورات على نهاية الدوري. احتفاء بالنسخة العاشرة لسباق النصر الذي سينظم الأحد المقبل من طرف جمعية المرأة إنجازات وقيم تحت شعار نجري علاش قديت، نظمت هذه الأخيرة ندوة صحفية لتقديم هذه الدورة بقاعة الندوات التابعة لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. كاين مشاركة مكثفة بالنسبة لهذه السنة هذه، كذلك الدور ديالنا في المساهمة ونشر الرياضة بالنسبة للجميع، هذا هو الهدف. كون أنه وصلنا السنة الماضية أكثر من 30,000 مشاركة، هذه السنة هذه الطموح ديالنا هو الأعداد المشاركة، وكذلك بالنسبة لنا هو تطوير الرياضة وإسهام جميع الشرائح لأنها باش تمارس الرياضة. السباق على الطريق 8 كيلومترات الذي أصبح مصنفا ضمن كبريات التظاهرات الرياضية النسائية على الصعيد العالمي سيعرف مشاركة متسابقات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية ومشاركة إفريقية لأول مرة. لما تنتكلموا على المغرب كامل، يعني ماشي جميع المدن المغربيه فيها دي زانفراستركتور بالنسبه للرياضه، ولكن تنمشيو وتنتاقلموا مع الاماكن اللي فيها الرياضه، وهدفنا كذلك كيف ما ذكرتي هو نشر الرياضه بالنساء المشاركات في سباق النصر. هذا السباق الذي ينظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع وبتعاون مع ولاية الرباط سلا القنيطرة يروم إلى تحسيس المرأة المغربية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها وسيلة تساعد على الاندماج الاجتماعي.